حياكم الله من جديد واهلا وسهلا فيكم فقره الضيوف والاستضافات دائما مع المبدعين ومع المتميزين. اليوم معانا عبد الرحمن المسفر اللي دائما ما شاء الله في التحديات اليوتيوب، حياكم الله اليوم. فدائما اليوم يعني نشوفهم احنا باليوتيوب، اليوم معانا في صغار ستار، نرحب فيه احنا وياكم ونقول يا مرحبا بالمبدع عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك. كيف حالك؟ طيب. منور يا حبيبي. دائما ما شاء الله في اليوتيوب منور، اليوم معانا في صغار ستار زاد نورك اكثر. كيف امورك؟ طيب. كيف التحديات؟ كيف بديت اليوم انت تقول والله انا ابغى اسوي لي قناه واشتغل على التحديات؟ تفتح لك مثلا قناه وبعدين تدور لك اشهر تحدي واغرب تحدي وما في احد سواه. حلو. وتجيك مشاهدات. بس. إيه؟ انت اليوم فكرت انك يوم من الايام تفتح لك قناه صح؟ ايه. وكيف القناه عندك الحين؟ زينه. سويت تحديات؟ ايه كذا. زي ايش التحديات تسويها؟ زي تحدي زبالة، هذا ما سويته. كيف هذا؟ ايش تحدي ايش؟ تحدي زبالة، مثلا تجيب كورة تدخلها في رجلك وهنا، أو مثلا لو خيروك. حلو. بس اسمه كذا مسميه أنت يعني ولا قصدك السلة؟ لا ما سموه تحدي زبالة، ما أدري. طيب أوكي. طيب لو خيروك يعني شيء زي كذا. إيه. يعني ما في غير ذا الاسم؟ ما أدري، لكن أنا ما أعرف اسم اللي لو خيروك وكل الناس يقولونه. إي والثاني تحدي ذا لقيته تحدي زبالة. لا تحدي زبالة يعني صراحة شوي ما أدري يعني. ما في غير هذه تحدي السلة، هذه لازم يعني. في تحديات تقدر تخترعها. صح، مثل تحدي مكرونة، تحدي مثل بيتزا يعني. إيه مثلا تحدي تاكل 100 بيتزا. إيه. في واحد سوا تحدي تاكل 100 نجت. 100 نجت؟ إيه. أوه ما شاء الله. في واحد. طيب أنت دائما تسوي تحديات صح في اليوتيوب صح؟ إيه. اليوم احنا جايبين لك تحدي، مسويين وياك تحدي. جايبين لك مفطح ضبان. ايه. جاهز معانا التحدي؟ اعطني اياه، اعطني اياه. فاليوم احنا بنتحداك، خلاص؟ ايه. اعطني ضبان، تاكل ضبان، تحدي تاكل منك ضبان. ها؟ هذا مو تحدي، هذا زي لو خيروك. لو خيروك. ايه. عموما الحين احنا الحين عموما جايبين لو خيروك، جايبين سلة فطح ضبان، ضب مفطح. إيه. تاكل؟ تاكل؟ ايه. لا. حياكم الله اليوم عندي واحد بيعيش الجو. يلا وريني الحين كيف تقدم انت في اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك دحومي او دحوم 06. يا سلام. بعدين اقطع التصوير وابدا في التحدي. طيب اليوم احنا لما نقول ما شاء الله التحديات هذه اللي كل اليوتيوب قاعد يشتغلون عليها، يعني انت شفت ناس تتحدى وتسوي تحديات قلت انا بسوي تحدي؟ تقدر مثلا تاخذ من واحد اخترع تحدي. زي لو خيروك، في احد سواها. ايه. والناس بدوا يقلدونه. ما شاء الله تبارك الله. طيب دحوم انت ايش طموحك ان شاء الله في المستقبل وايش ناوي توصل؟ تحدي الكاميرا. اوصل ايش؟ تحدي الكاميرا. اوصل ايش؟ ايش طموحك ان شاء الله؟ عندي تحدي. ها؟ عندي تحدي. عندك تحدي؟ وش هو؟ تحدي الفريق الأزرق يا أحط كور بالعلبة المسابقة حقتي. إيه. تابع برنامجي أنت؟ ها؟ تابع البرنامج حق نصر ستار؟ إيه. وأحط علبة وأحط كرات بالعلبة القمدية. شو اسمها؟ القمزية. ها؟ البنفسجية. القمزية ها؟ لا الأول لون قمزي، هذا لون جديد. وبعدين الكورة أحطها هناك. إيه. والفريق الأزرق يحط الكورة بالكورة البنفسجية الثانية. الأزرق واحد أزرق وواحد. هذه قصة حياته طبعا، هذه قصة حياته ولا
تحدي؟ تحدي حلو. بكرة إن شاء الله توصل المعلومة صح؟ وبعدين صح ولا لا؟ صح. بكرة تخلص السالفة. وبعدين واحد هناك و وعشرة هنا. اثنين هنا واثنين هنا. بعدين؟ وبعدين الفريق الأزرق يدخل كورة يملي بالكورة بالعلبة الزرقاء أو العلبة الثانية. لحظة، أنت الحين قلت لي لون قرمزي. قلت البنفسجي. لا مو بنفسجي، هذا لون قرمزي. لا بنفسجي. وش اللون القرمزي ذا؟ شلون شكله؟ شلون لونه؟ يشبه البني والبنفسجي بس إنه غير. بني قرمزي صح؟ إيه. وليش سميته قرمزي أنت؟ ليش سميته قرمزي؟ موفي. موفي، على حسب كيفك يعني جو. طيب وش رايك، وش رايك في التحدي حق ابو حق عادل؟ ابو مين انت؟ ها؟ شو اسمه ولدك؟ ما عندي ولد. يا رجال ما معي. يقولك متزوج ومرتك بعد جالسه جنبك هنا. انا ولدها. انت ولد مرتك؟ ايه. لا ما تزوجت عشان لسه 4 سنوات. يا ابن الحلال، يا ابن الحلال 5 سنوات والحين 4 سنوات. الحين لحظه، انت متى متزوج؟ مو بذي مرتك؟ ذي صغيرة يا حبيب. في واحد من عيالك هنا. مين؟ لميس. وين لميس؟ ها؟ لميس اللي في المدرسة. لا هذه صديقته لميس. صديقتك ها؟ بس سعود شكله بيتزوجها؟ لا سعود بيتزوج حسام وانا بتزوج سعود وحسام. وانا بتزوج سعود وحسام. كيف ذي يا حبيبي؟ كلهم يتزوجون ريا اولاد. لا يا قلبي، خلنا على التحدي احسن. ايش رايك غير الموضوع؟ وش رايك الحين نسوي تحدي؟ نسوي تحدي، كمل عبد الرحمن يلا. وش؟ يلا والله العظيم خلنا في تحدي زبالة حقت دعوم أحسن. تحدي زبالة. كيف العلاقة هذه يا جماعة؟ كيف أنتم؟ تفضل. تحدي زبالة. تبي واقعي؟ قاعد يكمل. قاعد يكمل حبيبي. تبي واقفة كذا؟ أو جاية كذا ودخلها من بعيد كذا، واللي دخلها له نقطة. طيب يعطيك العافية، شكرا والله أبدع. طيب عبد الرحمن، قلت لك أنا إن شاء الله إيش ناوي تصير يعني بكرة؟ بكرة يعني إيش طموحك؟ مهندس. مهندس إيش؟ زهر عادل، انت جبت فينا، جبت مو بالعيد اللي بعد العيد. تعرف الموضوع ولا ما تعرفه؟ عارف الحمد لله كويس. اعرف كل الكره الارضيه ما شاء الله. حلو، تقول لي مهندس ايش؟ مهندس بنا. ايه بناي، تبني يعني. ايه. ها؟ ايه ما شاء الله عليك. أنا ما مستوعب هذا الرجال اللي يقول بصير مهندس بناء، بيبني. إيش تبني بس؟ بيوت وفلل وكذا؟ طبعاً بقول سؤال بلك و سمنت، حط سمنت. لا هو يقول مهندس بناء صح؟ إيه. أو إني أصمم بيوت. تصمم بيوت، حلو يعني قصده. إيه. بقول حاجة تضحك يا رجل. يا رجل، عنده حاجة، عنده ذبة. يعني بتبني الرياض جمولي. رياض جمولي يعني مجبني. لا قصدك كذا يعني قصدك. لا انت قاعد تسوي دعايه الحين، ترى معطينك نسبه شيء. انت لحظه، تراني دائما اسوي دعايات بعد. لا وين تسوي؟ ادخل تلفزيون. يدخل التلفزيون يا جماعه، يسوي دعايه. يدخل من بيتي. ادخل التلفزيون من بيتي. تدخل في التلفزيون جوا. كل ما جد دعاية أدخل. كل ما جد دعاية تدخل. ومثل. مثل جوا في التلفزيون. إيه. طب ما تصقع في التلفزيون.
ورنا شلون تمثل. قم قم ورنا قم قم ورنا قم قم ورنا سوي دعايه الحين. طيب بس دعايه يلا. بس الحين انسى. الحين تنسى الجواب. الحين انسى والله. الحين ناس يا ولد. ها لازم اشوف تلفزيون ويجي فيها دعايه وادخل امثلكم. وتدخل تمثل يوم من الايام صغار ستار شفته وجت دعايه البرنامج هذا انت فيه. دخلت ولا ما دخلت؟ اول ما اخلص دخلت فجأة كذا دخلت. انا اشوف ذيك المره. انا صراحه ذيك المره شفت واحد داخل علينا في الكاميرا اثره انت وانا ما ادري بس انت ما طلعت وجهك صح؟ بس طلعت شوي من يدك ورجعت صح؟ طليت صح. وانا اقول يا فهد من يدخل علينا؟ من يدخل علينا؟ انا احس انت مره يعني مره يعني شفت البنات وتغطي يعني قلت تغطوا يا بنات ما تغطوا طلعت. شفت اروى وحنين في الكنترول ومنى. ها؟ وعلى طول انحشت. وش سويت؟ انحشت. شفت الفطاير حقتنا؟ لا ما شفتها. وينها؟ ما قد شفت الفطاير؟ ايه ما قد شفتها. كل اللي يجوا صغار ستار عرفوها. بس اني اكلت. اكلت بالعافيه عليك. مليون. ما شاء الله بالعافيه عليك. طيب دحوم ايش حاب تختم لقائك اليوم معنا؟ يلا. اي خلينا نروح الفاصل نجي ونرجع بعد الفاصل عشان يسوي لنا تحدي ونشوف الختام ونختمها مع المبدعين اللي حضروا معنا اليوم. فاصل نرجع لكم بعد فاصل.